طب انت عارف انا لو انت لما بنقعد نتكلم بحس ان انا نسيت همومي، بحس ان انا في عالم تاني كده. اه صحيح، السرعه عجبتك؟ لا ما تهزرش، مش قوي كده، بس بالله عليك اوعى توريها لاي حد. انا لولا عارف انت بتحبني قد ايه ولولا مقدره ده كنت مستحيل ابعتها لك. معلش يا عمر، انا لازم امشي دلوقتي لحسن ماما لو عرفت ان انا مش في الدرس هتبهدلني. اديني الرقم. اه ميرسي يا روحي على الكارت. ميرسي يا حبيبي. باي باي يا ابن المغفلة. خد عندك يا ابني، اكتب الكارت ده. بكام ده يا معلم؟ 50 قرد يا ابن الجامدة يا جامد. جدع عياط ده، اللي الواد اتنبح معاه حس من الصبح، واخر الحوار سقط لي كارت ب10. ابن المدلتة مش جاب لي جاب يا شيشي. ها هو كل موزة زي بعضيها ولا ايه؟ ها يلا بالراحة، خليها بالك على نفسك كده، لا تسوق فيها وتروح سكة اللي بيروح. يا ولد انت هتخيب يلا ولا ايه؟ يلا قوم اصرف العيال دي وشغلنا حاجة نتفرج عليها. بقول لك يا صاحبي، ليك عندي حاجة كده مني ليك اكسكلوزيف، لا تقول لي بقى سلمى حايح ولا بيريز هيلتون ولا سيليكون، دي يا معلم بلدي. كده العشرة الأولانية راح. ياه الحمد لله. ده نلعب العشرة التانية عشان تعوض. عم زكي، عم زكي اعتقني لوجه الله، أنا راجع من الشغل تعبان والعيال مستنية العشاء عايزة تنام. طب دور واحد يا كلام. ولا واحد ولا غيره، ده العيش برد يا عم زكي. وعشرة محبوسة. ولا محبوسة ولا مفتوحة. كده. سلام عليكم. طب عشرة جول بهار يا كلام. ولا جول بهار ولا غيره يا عم زكي. ماشي. ماشي يا كلام. جليلة جيتي في وقتك. بنت حلال. تعالي بقى العبي لك عشرة طاولة. احنا في ايه ولا في ايه بس يا عم زكي؟ الله، انت مش نازله تستني حماده؟ اقعدي سلي نفسك بدل ما تحط ايديك على خدك. حماده ربنا يسوقك يا ابني، انا المره دي بقى مش نازله استنى حماده، انا نازله لك انت. يبقى ما غلطناش يا جليله. اقعدي بقى. ها ابيض ولا اسود؟ انا مش عايزه العب يا عم زكي، انا عايزاك اخويا في خدمه. خير يا جليله؟ اصل البنت حريه مطلوب منها حاجات كتيره قوي في الكليه، والواد ابراهيم من ساعه ما اشتغل ما شفناش منه ولا مليم، فكنت عايزه كده يعني استلف منك قرشين سلف يعني. اه وهتسديهم امتى؟ اول ما يرجع حماده هخليه. ولو ما رجعش يا حماده؟ فلله ولا فعلك، هيرجع وقريب. ولو ما رجعش يا جليله هتقولي اصبر يا عم زكي، وعم زكي هيصبر. هتحتاجي تاني، هتدوري على حد تاني يسلفك ومعارف تانيين، وهتترجيهم يصبروا عليك لحد ما تستلفي من طوب الارض والناس تهرب من قدامك اول ما تشوفك. خلاص خلاص مش عايزه، بس ما كانلوش لازمه التقطيم ده كله. الله يا جليله ما تقعدي. الله بلاش شغل الصغيرين ده، انت عارفه ان انا بخيل، انا ممكن اسلفك بس على قدي. انت عارفه ان انا معاشي مش كبير، بس انا باصص لقدام. في مثل صيني يا جليله بيقول لا تطعمني سمكه لكن علمني كيف اصطادها. يعني ايه؟ يعني لازم تشتغلي، لازم تقدري ان حماده ممكن ما يرجعش لا قدر الله، وعيالك مش ممكن تقعدي تتفرجي عليهم تفقديهم واحد ورا التاني. وانا بعرف اعمل حاجه، ما انت عارف اذا كان الشباب مش لاقيين شغل اللي زيي هيلاقي الشغل كتير يا جليله للي عايز يشتغل، والعواطليه دول عاجبهم حالهم على كده، كل واحد قاعد مستني شغلانه متفصله على مقاسه، بس اللي عايز يشتغل بيشتغل، ولو ما فيش شغل بصحيح ما كناش شفنا الصينيين سايبين بلادهم وجايين هنا يشتغلوا ويكسبوا. الصينيين؟ يعني عايز نعمل ايه؟ تعمل ايه في وقعتك السودا دي يا برنس؟ بس بقولك يا كابتن، معلش يعني سامحني، انا كنت بسأل على حاجة زي فندق او اوتيل، بس يكون في الرخيص تحت. اندر 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 يعني باني ماي، فاهمه ازاي ده؟ اه بص، انا عايز اوتيل يبقى، بص شايف دي
أندر 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 على قد ما تقدر. أنت بنوجد شكلك فهمت. ما. أنا بقول شكلك كده ابن بلد زي حالاتنا. فين بقى؟ يدي زمنونو. يدي زمنونو. وأنت بقى مجال عملك إيه؟ أفهمها له إزاي دي؟ وركك يعني مجال العمل يعني مثلا مجال الرياضة مجال الصناعة. شكلك طالع من ستة. ما تيجي ناكل لقمة مع بعض بقى عشان يبقى عيش وملح. ومين يا نيتو ريم؟ يا جدع تعالى عيب ده اخوك برنس في مصر ما صحش. يا اوتش لا لا ربنا انت جاي لا انت بخيل ولا ايه يا عم؟ تعالى بس تعالى بس. عيد ده؟ اه. عندكم ايه بقى يا كباتن؟ طب يا اوتش. توصل سندوتش. اه ده الكفتة عندنا بالمتر. طب. والسلطات. زنجي نادا لذي الطعم مش فاهم ماني آه أنا أكفى هو كده تمام؟ بس بيهم تمام كده الباقي؟ نورمال نورمال عايزين بقى نشوف مكان صدى جس ناخذ هذه البارن قد ما انت جعان هم كنت معصلك ليه بوكا جاني كيس بيت امك والله في شيء باني مات باروسكي نعم لما انت مش لاقي تاكل كده ومتحرط قاعد تلوك في التليفون ليه؟ ما بيرزواني رد ده بيزو ده تبيع بيرزواني بقول لك ايه؟ الاوتيل بعيد من هنا؟ بعيد؟ اوتيل اه اوتيل يلا يلا طبعا بس انت شكلك جدع صنم في بلد زي حياتي انت مودينا على فين يا عم انت الاوتيل قرب ولا لا المنطقه دي عارف عامله زي الاباجيه عندنا برضو الاباجيه نظامها كده بس هنا انضف حبتين احنا لو نضفنا عندنا نبقى كده برضو تعرف ياض لو انت بقى جبت لنا كمان شغل تبقى ابن كلب جزمه لعيب اسمك ايه أنا اسمي البرنس أنا اسمي كوكو أنا. برنس كوكو 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 واو كوكو عسل أنت يا كوكو الله أنت عامل لي كمين بقى كوكو لا مؤاخذة رجالة أصل أنا مش من المنطقة هنا يعني أنا جاي بدور على سكن وبتاع وكوكو عليه في كل حتة ما لقيتوش انا مش عارف راح فين انت عمال تهري وتنكد في نفسك من غير لازمه واخويا سعيد ما يتخافش عليه يا ولية اخوك جايب وانت ولا على بالك انا عارف انت جايبه هدواني البلده منين من الايام والليالي السودا اللي عدت على الواحد ما عادتش تفرق طولها زي عرضها كلامك ده بيخوفني يا ام عبده حاسس انك ممكن تبيعيني في ثانيه أنا ساعات بسأل نفسي أنا ليه ما هجتش من بدري
ايه اللي عجبني في عيشتي معاك؟ مش عارف، يمكن قلبك الطيب، يمكن خايفه من اللي ممكن الاقيه لو هجيت. يلا عيشة والسلام. كلامك يزعل يا ام عبده، عايزة تهجي وتسيبيني. تزعلش، ولا انت شفتني هجيت يعني يا اسماعيل؟ اعوذ بالله يا اخويا، من قاعدة قدامك اهو، هروح فين؟ اهو كلمتين بفك بيهم عن قلبي. يعني فكرك سعيد يكون هج ومش راجع تاني؟ والله لو عمل كده يبقى بيفهم، وانا في حاجة يتبكي عليها بلا هم. فين سعيد البرنس؟ قطعته، كنت شفته يا باشا. انت هتهزري معايا ولا انت ولا ايه؟ يا باشا ما تقصدش، هي بس الباب كل شويه يخبط والحكومه داخله. خش شوفوا جوه. مالناش حاجة يا باشا. انت اخته؟ اه. هاتوها. لا مؤاخذة يا باشا، مش هينفع، في ايديها تلات عيال، انا جاي معاكم.